السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن دواء شير بلس 115. الباقة دي باقة ممتازة جدا 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 وقوية ورائعة. طبعا الباقة بتوفرها شركة اس تي سي السعودية في المملكة السعودية، وهنتعرف ازاي ان احنا نفعل باقة سوا شير بلس 115. مش بس كده، لا كمان هنعرف مميزات باقة سوا شير بلس 115. اول حاجة لازم نعرفها ان احنا معانا على باقة سوا شير بلس، بمجرد ما نفعلها نقدر نتكلم بدقائق لا محدودة على شبكة اس تي سي، تمام؟ يعني طول الشهر الاشتراك بنقدر ان احنا على شبكة اس تي سي نتكلم مكالمات غير محدودة بدقائق غير محدودة. وبالنسبة للشبكات التانية بناخد 500 دقيقة، تمام؟ من 500 دقيقة مجانية على ارقام الشبكات التانية. مش كمان احنا بناخد 20 جيجا انترنت، طبعا بتبقى مخصصة للتواصل الاجتماعي زي الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، بنقدر نستخدم 20 جيجا عليهم. مش بس كده، لا كمان معانا كمان 10 جيجا. 10 جيجا دول بنقدر نستعملهم في الانترنت والتصفح بشكل عام، ان احنا نفتح متصفح جوجل ونتصفح المواقع واليوتيوب وغيره. طبعا الباقة دي بتستمر معانا لمدة شهر، يعني انا بشترك فيها لمدة شهر باشتراك شهري. يعني لو انا اخدتها مثلا في يوم 5 من شهر 3 بتخلص معايا 5 شهر 4. النقطة المهمة معانا ازاي تفعيل باقة سواء شير بلس، تمام؟ سواء شير بلس 115، ازاي ان انا افعلها. تفعيلها سهل جدا جدا. الطريقة الاولى ان احنا بنرسل رسالة نصية لرقم 900، تمام؟ رقم 900 فيها كود تفعيل شير باقة شير بلس او باقة سوا شير بلس 115، وهو 7115، تمام؟ يبقى مرة تانية احنا بنبعت رسالة للرقم 900 رسالة نصية من خلال الهاتف المحمول بتاعنا. الهاتف ده بيبقى فيه الرسالة بتتضمن كود تفعيل اللي هو 7115، اللي هو كود تفعيل باقة سوا شير بلس. وبكل سهولة كده خلاص اشتركنا فيها، تمام؟ يعني بكل سهولة انا بروح على التليفون عندي هنا، بفتح الرسائل عندي هنا، رسائل عمني رسائل، بضغط على علامة الرسائل تحت هنا، انا هبعت رسالة، بضغط على علامة الرسائل، ومن هنا بحدد الرقم اللي هيستقبل، خلي بالانجليزي 900، تمام؟ خلاص التالي، وبدخل هنا الرسالة، محتوى بيبقى 7115. بكده اكون وبعمل ارسال بشريحة او برقم الهاتف المحمول اللي انا مشترك بيه على اس تي سي، تمام؟ طيب التكلفة بتكون قد ايه؟ تكلفة باقة سوا شير بلس شحنها 115 ريال سعودي فقط بدون اضافة اي رسوم ضريبية، يبقى بتكلفنا 115 ريال سعودي، تمام؟ بدون اي رسوم ضريبية، وبتتفعل معانا لمدة شهر من تاريخ الاشتراك بيها. طيب ازاي ان انا اعمل الغاء لباقة سوا شير بلس 115؟ بكل سهولة زي ما اشتركنا بالظبط، ان احنا بنبعت رسالة، الرسالة دي رسالة نصية لرقم 900، بنبعت له فيها رسالة كود الغاء الاشتراك في باقة سوا شير بلس 115، والكود هو 7009، تمام؟ يبقى بنروح على الرسائل عندنا واحط مستقبل هنا له، واقول له الرسالة 7009، وبضغط ارسال. بكده بلغي باقي في باقة سوا بلس شير بلس، تمام؟ طيب في طرق تانية؟ ايوه في طرق تانية، عن طريق لو انت مشترك في تطبيق ماي اس تي سي، تقدر من خلاله ان انت تسجل الدخول
وبتضغط على إلغاء باقة سواء شير بلس أو من خلال تطبيق خدماتي. تطبيق خدماتي بتسجل الدخول بيه وبتضغط على خيار إلغاء باقة سواء شير بلس المفعلة. ولكن طبعا أسهل حاجة إن أنت ترسل رسالة لرقم 900 زي ما إحنا قلنا فيها كود إلغاء الاشتراك اللي هو 7009. ده كان شرح سهل وبسيط لطريقة الاشتراك في باقة سوا شير بلس، تمام، وكمان طريقة إلغاء الخدمة وتكلفتها وكمان معلومات عنها ومميزاتها. أتمنى يكون الشرح واضح وسهل وبسيط. لو في أي استفسار أتمنى نشوف التعليقات. لو الفيديو عجبك اعمل له لايك، لو عاوز تفيد بيه غيرك اعمل له مشاركة، لو مش مشترك معانا على قناة دكتور كمبيوتر أتمنى تكون من المشتركين معانا. ما تنساش تفعل الجرس علشان تتابع جديدنا وعلشان تشجعنا على المزيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.